جمعية آدي جي إيه مطلين حملة التبرع بالتبح لأي رمضان من كل عام. كان هدروا مع الناس باش أنهم يجوا يتبرعوا بالتم باش وكان وريهم الأهمية ديال التبرع بالتم حيت باش وكان وريهم الفئة اللي كيكونوا محتاجين للتبرع بالتم. هاد الفئة هادي اللي كيكونوا محتاجين للتبرع بالتم هما الناس اللي مرض بسرطان الدم والناس اللي كيديروا دي زاكسيدون والمرأة اللي كتكون حاملة اللي كتدير واحد النزيف من خلال الولادة ديالها حتى هما كيحتاجوا الدم. فهاد الناس هادو كيحتاجوا الدم يوميا وبالخصوص الناس اللي مرض بسرطان الدم. هاد الوليدات الصغار اللي كيكونوا في لي زوبيتو كيكونوا ايزولي ما كيشوفوش والديهم ما كيشوفو حتى شي واحد وسورتو كيكونوا ايزولي وما كيدخل عندهم حتى شي واحد. هاد الوليدات بالضبط كيحتاجوا الدم يوميا كل نهار تقريبا كيحتاج واحد البوست الدم. وكما كنعرفوا بان الجهه ديال مراكش اسفي واحد الجهه اللي عندها خصائص بزاف في الدم في مراكش. فلهذا كنديروا حملات تبرع الدم كل تقريبا كل شهر كل شهرين باش اننا نوعيوا الناس باهميه التبرع بالدم باش الناس يجيوا يتبرعوا بالدم. وهذا من خلال هذه الحملات اللي كنديروا. وكاين الاجر تاع الاجر عند الله كبير الاجر عند الله كيكون كبير. هاد الناس الله يجازيهم بخير مشكورين على حسن الاستقبال وعلى حسن الاحباب لا السي رشيد ولا السي عبد الوفي ولا الاخوان مشكورين. راه بالنسبه للناس اللي تيقولوا بانه راه هاد الناس اللي تيتبرعوا تيبيعوا يشروا هذا هضره على اساس سلام الصحه. وتندعوا الاخوان بانه يديروا الحمله ديال التبرع بالدم. الله يجازيكم بخير هذا الشيء راه زوين وكيدوز. اليوم جينا لبينا الدعوه ديال جمعيه المتبرعين بالدم لذوي الاصناف النادره وجينا تبرعنا بالدم. وكنطلب من جميع الاخوان والاخوات لا في مراكش ولا خارج ولا في مدن اخرى اللي يمشيو يتبرعوا بالدم. هذا راه صالحنا حنا وصالح الناس اللي محتاجين. راه المخزن ديال الدم راه ضعيف وضعيف بزاف. تنطلبوا من جميع الناس يلبيو النداء. اللي يسمع شي جمعيه قايمه بشي مبادره ولا شي حاجه يلبي النداء. وراه الله يلا يضيعوا اجر من احسن عمله. كنوجه نداء للمواطنين باش يجيو يتبرعوا خلال هذا الشهر الكريم. ابوابنا مفتوحه في المركز من 2 الجمعه من وراء الفطور ابتداء من الساعه 8:30. وكنقوموا في نفس الوقت بحملات يوميا في المساجد. كنتمنى من جميع المواطنين يلبوا النداء ويجوا يتبرعوا بالدم لان بزاف الناس محتاجينه.